الشرع واستعماله، وليس من شرط الخطبة عند مالك الجلوس، وهو شرط كما قلنا عند الشافعي، يعني الجلسة بين الخطبتين شرط عند الشافعي، مالك لا يراها شرطا، وذلك أنه من اعتبر المعنى المعقول منه من كونه استراحة للخطيب لم يجعله شرطا، ومن جعل ذلك عبادة جعله شرطا. يعني هل الجلسة بين الخطبتين أمر تعبدي أم أن النبي جلس للاستراحة بين الخطبتين؟ فالذي قال تعبدي كالشافعي ألزم بخطبتين، بل جعله شرطا في الخطبة. ومن جعلها للاستراحة قال ليست بشرط، ومن ثم لم يجعلها شرطا في الخطبة. هذا اختصارا، وهذا لم ترد فيه أدلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام صريحة إلا عموم خطبه عليه الصلاة والسلام. فمن قائل إن الخطب كانت فيها ثناء على الله، يحمد الله، يثني عليه، هذا بالاتفاق، حتى الخطب العادية التي كان الرسول يخطبها كما ورد في حديث الإفك وفي غيره، حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم تكلم عليه الصلاة والسلام. هذا الذي في الباب فقط، والله أعلم. فلذا كما ترون حصل اختلاف في الأركان، في الأركان أركان صلاة الجمعة، فمن قائل إن الخطبة ركن، ومن قائل إن الخطبة ليست بركن، والجماهير على أنها شرط وركن. خطبة نفسها هل لا بد فيها من جلسة أو لا يلزم فيها جلوس على الخلاف الذي سمعتموه؟ هل في الخطبة دعاء؟ الشافعي يجعله من الشروط، أو يجعله من ماذا عفوا؟ قال الشافعي أقل ما يجزئ من ذلك خطبتان يكون في كل أقل ما يجزئ خطبتان اثنتان يكون في كل واحدة منهما قائما يفصل إحداهما عن الأخرى بجلسة خفيفة يحمد الله في كل واحدة منهما في أولها، ويصلي على النبي، ويوصي بتقوى الله، ويقرأ شيئا من القرآن في الأولى ويدعو في الآخر. هذا أقل ما يجزئ بهذا القدر.